بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين، بارك الله فيك، وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أنت في كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بعد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه الآية ذكرناها في أول ليلة إشارة. الناس منازل وحالات كلنا، هذا شيء له أهمية كبرى أننا نلتفت، لأننا في مدرسة الإمام الحسين في هذه الليالي. الناس حالات ومنازل ودرجات. الحالة هي التي تصنع المنزلة، والمنزلة هي التي تعطي الدرجة. كيف حالك؟ كيف حالتك في نفسك؟ هذه الحالة هي نفسها تصنع المنزلة. المنزلة تعطيك درجة. هم درجات عند ربهم في كل شيء، في كل شيء، في الشعور، في الإحساس، في الرؤية، في الفكر،
في الخشوع تنظر إلى الناس يقفون للصلاة، صلاة جماعة، صفوف متصلة، لكن لو قدر لك أن تدخل في أعماق هؤلاء المصلين كلهم بين يدي الله وكلهم صلاتهم مقبولة والله مقبل عليهم، لكن لاحظ لو أنك دخلت في أعماقهم لرأيت لكل واحد منهم منزلة وحالة ودرجة. بعضهم عندما يكبر تفيض عيناه بالدموع، الآخر يكبر لكن ما عنده هذا الخشوع اللي موجود، واحد يصلي من أول الصلاة إلى آخرها هو في حالة خشوع لا يفكر بغيرها، لا يفكر بشيء، لأنك متجه إلى الله سبحانه وتعالى، أنت منفتح ومنكشف ومكشوف على رب العالمين، يرى فكرك وقلبك ومشاعرك وأنت، كلها هذه حالات، وكلما ازدادت الحالة عمقا الذي يعمق الحالة شيئان وقد مرت الإشارة إليهما، المعرفة والطاعة، تعمق الحالة عندك، تعرف أنت من تعزي ولماذا حضرت هنا وماذا يعني منبر الإمام الحسين وماذا يعني عاشوراء وماذا يعني يوم العاشر من المحرم، تعرف معرفة أكثر، فتزداد عمقا في الطاعة، وإذا ازددت عمقا في الطاعة الدرجات ارتفعت، صار إحساس الإنسان حتى بالألم أكثر من غير الذي لا طاعة له. انظر الآن موقف أمامنا، طفل يتيم يمر على جماعة، كلنا ننظر إليه، طفل يتيم أسمال بالية يلبسها، تبدو عليه رقة الحال، جائع، تنظر إلى شفتيه ذابلتين، تألم وتأمل، تنظر إلى عينيه في حالة من الخوف والفزع لأنه لا مأوى له، كلنا نتأثر، كل من يراه يتأثر، ولكن حسب الحالات والدرجات اللي موجودة عند الإنسان يكون التأثر حالة. نحن أحيانا ننظر إلى السائل يسأل نعطيه، قسم يعطي السائل ويبكي لحاله، قسم ما يعطيه شيء يقول هؤلاء كذابون منافقون لا تعطوهم شيء، عندهم حسابات في البنك، بعض الناس هكذا يقول، والحال أنت عندما تعطيه يدك بيد الله، ما عليك عنده أو ما عنده، أنت ما مسؤول عنك تسأل عنه أنه عنده حساب أو ما عنده حساب، المهم هو بذل ماء وجهه، هذا ماء الوجه غالي جدا، مو كل واحد يقدر يشتري ماء الوجه غالي، فأنت تعطيه لله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام السجاد يقول إذا أعطيت السائل فردد يدك وقبلها، لأن يدك كانت بيد الله. التفت، نحن لا نرى شيء مع الأسف أحبتي، لأن المادية استولت على الأرض اليوم، هذه القضايا الحمد لله عندنا هذا المنبر، عندنا هذا العطاء، هذا البحر المتدفق بالمعرفة والعلم، واحد آخر تعرض له حالة أنه ما يعطي السائل، لكن أنه يأتي من يعطي السائل ويخجل منه، تأمل هذه الحالة تشوفها عند الإمام الحسين وعند أصحابه وأنتم أصحابه وعند شيعته وأنتم شيعته وعند زواره وأنتم زوار الحسين، حسين في قلوبنا أحمد، يأتي الأعرابي يطرق الباب على الحسين يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق،
تحلت الكتب من فضائلكم وشعت الشهب من دلائلكم، أقسمت في بركم ونائلكم، لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقة. أنتم المنقذ لنا، أنتم أنقذتمونا من جحيم الدنيا والآخرة. هذا أعرابي طرق الباب، دخل الإمام الحسين فتش، وجد 4000 دينار، 4000 دينار ذهب، يعني الآن إذا تكسرها تصير مبلغ قرابة 100,000 دولار، راجعوها وشوفوا. وفي ذلك اليوم 4000 لها مكانة أيضا. الآن أريد أن أبين لك العطاء. فالإمام الحسين سلام الله عليه ما وجد غير هذا المبلغ عنده، لأن الكريم دائما يداه مبسوطتان للعطاء، فوضعها في لفة في حريرة، خرقة حريرة جميلة، ومد يده من وراء الباب وأعطاها للأعرابي للسائل. رجاء تأملوها جيدا. من وراء الباب السائل ماذا قال الأعرابي؟ لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. أنت ما تخيبنا أبو السجاد أبو علي، كل اللي يأتي تعطيه، وإلى الآن هكذا الحسين، وأنت في مأتمه وفي مجلسه هكذا ومنبره هكذا، خذ حوائجك منه. الإمام الباقر يقول اطلبوا حوائجكم عنده. لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة. الإمام الحسين قال خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. نفس الشيء، لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سمانا عليك مندفقة، لكن ريب الزمان ذو غير والكف مني قليلة النفقة. زين، سأله غلامه، حسين عنده غلام اسمه سالم، وهذا يأتي الحديث عنه، قال سيدي أنت أعطيت وكفيت ووفيت، فلماذا أعطيته من وراء الباب؟ قال حتى لا أرى ذل السؤال على وجهي. شوف العرابي صار يبكي. حسين سلام الله عليه قال لعلك استقللت عطاءنا. قال لا والله يا سيدي، ولكن أبكي كيف يأكل التراب وجودك. شوف هذه الحالة عند الإمام الحسين سلام الله عليه، المشاعر والأحاسيس عند سيد الشهداء عندما تلتفت إلى صلاته عندما يصلي. كان إذا صلى يقال لا ينتهي، هكذا يقال في صلاته بأبي أم، يدعو إلى شيعته. لاحظ حمله وفصاله 30 شهرا من خصائصه سيد الشهداء. الحمل والفصال في العادة يكون أكثر من 30 شهر، يكون الحمل 9 أشهر والفصال الرضاع حولين كاملين، أما 30 شهر والفصال حولين كاملين أو حولان كاملان معناه مدة الحمل 6 أشهر. الطفل عندما يولد ب6 أشهر يحتاج إلى رعاية، لكن الحسين ولد كاملا، هذه من خصائصه، هذه من خصائص سيد الشهداء سلام الله عليه. لم يولد مولود، ما ولد مولود ل6 أشهر وعاش إلا يحيى بن زكريا والإمام الحسين، لأن هناك قاسم مشترك في قضايا بين يحيى والحسين. زكريا يصلي صلاة الفجر في المحراب فنزل عليه الوحي، فطلب من الله سبحانه وتعالى هذه الحروف الموجودة في أول سورة مريم، لاحظوها جيدا، من الأسرار تحكي لكم قصة يحيى. وإذا الله سبحانه وتعالى يخبر يحيى بمقتل الحسين، فبقي يحيى بن زكريا 3 أيام لا يرد على الناس،
ولا يكلم أحدا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، وفي آية أخرى 3 أيام إلا رمزا، لأنه كان مشغولا بالبكاء على الحسين. أنا أنقل لك هذه الدرر والجواهر من مدرسة أهل البيت، لاحظها جيدا. قال يا رب أتفجع محمدا بولده؟ أتفجع فاطمة الزهراء بولدها؟ أتفجع عليا بولده؟ ودموعه تجري ويبكي. ثم قال يا رب بحق الحسين عليك ارزقني ولدا أحبه ويشغف قلبي بحبه، ثم أفجعني به ليقتل كما قتل الحسين. قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الحسين كذلك لم يجعل الله له من قبل سميا. الحسن والحسين اسمان حجبهما الله عن الخلق، ما في أحد قبلهم اسمه حسن أو حسين، خصوصا الحسين سلام الله عليه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. شوف القصة وين تأتي. هذا يحيى يقتل مثل الحسين؟ لا، هو يقتل شبيها بالحسين، مقتل الحسين ليس له مثيل أبدا. إنما يقطع رأس يحيى بن زكريا يحز رأسه كما حز رأس الحسين. الإمام الحسين في طريقه إلى كربلاء، وهو في الطريق الإمام زين العابدين ينقل هنيئا لكم أحبتي. تأخذون هذه الأخبار من معصوم عن معصوم عن معصوم، أي مدرسة أعظم من هذه المدرسة لأهل البيت؟ كل من ينقل لكم معصوم، ما في شك ولا ريب أبدا. يقول الإمام السجاد كنت أسمع والدي الحسين في الطريق إلى كربلاء يقول إن من هوان الدنيا على الله أن رأس يحيى بن زكريا يهدى إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. بالفعل يحيى قتل، وضع رأسه في طشت من ذهب إلى ملك هناك من الطواغيت، لأن وحدة بغية كانت قال لها الملك ما تريدين مني؟ قالت أريد رأس يحيى بن زكريا، جاب لها رأس يحيى بن زكريا. لكن يحيى ما قتل وبناته في الخيام ينظرن إليه، يحيى ما قتل وأخواته في المخيم ينظرن إليه، يحيى ما قتل وهو عطشان، يحيى ما قتل وحوله 80 أو 100 ألف أحاطوا به وجعلوه كالحلقة أو كالحلقة فيما بينه. حسين شيء آخر، سيد الشهداء. لذلك الدروس التي نأخذها من سيد الشهداء روحي له الفداء، وهذا السمو العظيم، كلما اقتربنا من سيد الشهداء وكلما عظمنا شعائر الحسين. أحبتي انتبهوا، الشيطان ترك الآخرين وتفرغ لكم. أبو عبد الله الصادق يقول الشيطان ما له علاقة بالبقية، له علاقة فيك، لأنك أنت عندك كنز تحمله. واحد لا يحمل شيئا، اللصوص والسراق يتابعون صاحب الكنز أو يتابعون الشخص الذي لا يحمل شيئا معه. أنت عندك كنز عظيم، هذه العقيدة، هذه الولاية، حبك للإمام الحسين سلام الله عليه. والله لو أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هذا المثال أنا لا أود أن أذكره، بس لو كانت الأمة الإسلامية واعية لموضع الحسين وموقع الحسين ومنزلة الإمام الحسين لعاشوا سادة في الأرض. الحسين اسم عظيم، اسم من أسماء الله. هذا السيد رحمة الله عليه المستنبط كان يصلي في صحن الإمام الحسين، وجاءه رجل قال سيدي علمني اسم الله الأعظم. السيد تغافل عنه، شاف هذا زائر زوار الحسين، كيف يعلم الاسم الأعظم؟ بقى واقف. السيد رحمة الله عليه يصلي
وهذا واقف على رأس السيد إلى أن أكمل صلاته. قال: سيدنا مولاي، أنا طلبت منك، قلت لك علمني الاسم الأعظم. التفت إليه قال: أنت أهل للاسم الأعظم؟ قال: إيه والله سيد، أنا سنوات طويلة حتى زيارة عاشوراء ما تركتها، صلاة الليل ما تركتها، ما طلعت علي الشمس منذ زمن طويل، وأنا صلاة الصبح ما مصليها، دائما أصل أرحامي، أخلاقي طيبة مع زوجتي وأولادي، جيراني، أحفظ حقوق الناس. أنا هكذا بين يديك يا سيدنا، أنت عالم كبير فقيه. قال: يا بني اسمع، إذا أردت أن تعرف اسم الله الأعظم انظر إلى الحسين، هذا هو الاسم الأعظم، هذا اسم الله الأعظم الحسين. وعلم آدم الأسماء كلها. شوف أنت جرب هذه عندك، إذا عندك حاجة، هو اسم الله، أسماء الله، نحن أسماء الله. الإمام يقول سلام الله عليه: نحن كلمات الله، نحن الطريق إلى الله، نحن الصراط المستقيم. تذكرون البارحة الحديث الذي قرأته لكم وما أكملته، متعمد أنه الليلة أقول لكم من هو الإمام الذي أحصى الله فيه كل شيء. قام الرجلان وسألا رسول الله: التوراة؟ قال: لا. قال: الإنجيل؟ قال: لا. قال: الفرقان؟ قال: لا. في هاللحظة هذه دخل أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. التفت الرسول إلى أصحابه وأمامه عمر وأبو بكر، قال لهما: هذا هو الإمام الذي أحصى الله فيه كل شيء، ولايته واجبة وفريضة على الناس جميعا، هذا هو الإمام علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلاحظوا الدقة أحبتي، لاحظوا هذا المعنى الكبير الذي نأخذه ونحن نتملى هذه المدرسة ونتعرف على الشخصيات التي ذابت في الإمام الحسين وتوجهت بكلها بكل أشكالها لسيد الشهداء، هو باب الله الذي منه يؤتى. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، بما أصبحت أنت خاتم الأنبياء والمرسلين وأن نورك هو أول نور خلقه الله، بأي شيء؟ قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله: لأني أول من قال بلى لرب العالمين. الله سأل الخلائق ونحن في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. يقول: أنا أول من قال بلى وأهل بيتي معي، فلذلك جعلني الله سبحانه وتعالى سيد المرسلين وخاتم الأنبياء. صلى الله عليك يا أبا الزهراء، روحي فداك، لك العزاء يا سيدي. في يوم مولد الإمام الحسين يقول الإمام الباقر: لم يبق ملك في السماوات والأرض إلا ونزل على رسول الله يعزيه ويهنئه، في يوم مولد الإمام الحسين. وهذا معنى كبير، لأن الملائكة تتصورهم يعني بعدد قطر الماء، بعدد رمال الصحراء، بعدد أوراق الشجر، أكثر وأكثر وأكثر، لم يخلق الله خلقا أكثر من الملائكة، وكلهم نزلوا يعزونه بالحسين في يوم مولده. والرسول يجيبهم أيضا: لا تستكثر، إذا أردت الجواب الصحيح أقرأ دعاء العهد. كيف أنت تبعث سلامك للإمام الصاحب مع الله؟ اللهم بلغ مولانا الإمام القائم الهادي المهدي عني عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، حيهم وميتهم. بعد ذلك تقول: زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. هذا سلام تبعثه للإمام سلام الله عليه، والإمام يجيبك
بهذه القوة وهذا الحجم العظيم. لذلك الملائكة كلها تنزل على رسول الله، يأخذه الرسول صلى الله عليك يا رسول الله، يؤذن بأذنه اليمنى ويقيم في اليسرى ويقول: عزيز علي أبا عبد الله، ما يجري عليك من بعدي؟ ثم يضع لسانه في فم الحسين. يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: فكنت أنظر إلى الحسين كأنما يتغذى والرسول يغذوه ويغذيه من لسانه، وأحيانا يضع كفه في فمه، لأن الحسين من خصائصه لم يرتضع من الزهراء ولم يرتضع من أنثى أبدا. إذا هو ما ارتضع من أمه فاطمة، تحصيل حاصل، لا يمكن لامرأة أخرى أن تأتي وترضع الحسين. فمنين كان يرتضع؟ مو معناه أنت تصور تروح في مشاهد، هذه معجزة حبيبي، هذه معجزة. جابر بن عبد الله الأنصاري يوم 40 الحسين وقف على قبر الحسين يطرح هذه المعجزة على العالم: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك ابن رسول الله، يا خامس أصحاب الكساء، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم يقول له: وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين؟ وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطمت بالإسلام، فطبت حيا وطبت ميتا. هذا الحسين أحبتي. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حدا وعلى كل حد دليلا يدل عليه. إذا الإنسان تجاوز هذا الحد، معناه تجاوز حدود الله. كل شيء الآن حتى بالفروع في القضايا العبادية تشوف هناك حد موجود وعلامة على الحد. خذ مثال على ذلك باختصار شديد حتى نذهب إلى كربلاء معك حبيبي. الوضوء، شايف الوضوء؟ الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: إن الله جعل حدا للوضوء ليعلم من يطيعه ومن يعصيه. الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، لكن حتى يظهر العلم أمامك بالوضوء. ما هو حده يا ابن رسول الله؟ قال: الوضوء أن الوضوء تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك. في أوضح من هذه؟ هل هناك أوضح من هذا الكلام أحبابي؟ يعني بعض الناس يقول: لو أن القرآن استفاض بذكر أهل البيت وطرح أسماءهم حتى الناس ما يتركوهم. الآن آية الوضوء، القرآن كله عن أهل البيت، لكن هل آية الوضوء فيها وضوح أكثر؟ في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اغسلوا، اغسل وجهك ويديك. بعد ذلك قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذن فيها غسل ومسح. الإمام الباقر يقول: حد الوضوء هكذا، تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك. فالذي لا يمسح رأسه ورجليه ويغسل وجهه ويديه ورأسه ورجليه يكون تعدى هذا الحد، لأنه نص في القرآن موجود. إذا كان الوضوء له هذا الحد أحبتي، فما بالكم بالولاية وأهل البيت؟ وما بالكم بالإمامة التي هي ركن أساسي في الإسلام، وبإمامة الحسن والحسين سلام الله عليهما؟ الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. لذلك الإمام الحسين من أسمائه هو حجة الله البالغة، من أسماء سيد الشهداء حجة بالغة. لا يستطيع أحد أن يتنكر للحسين أو يقول: أنا ما عرفت الحسين، مستحيل. الآن في الخيام النساء يسمعن صوت الحسين وخطاب الحسين، لما قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة
ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلما سمعنا النساء هذا منه صحن وبكينا وارتفعت أصواتهن، لأن هنا ينعى أو ينعي نفسه بأبي هو وأمي. فأرسل إليهن أخاه العباس وابنه علي الأكبر وقال لهما سكتاهن فلعمري ليكثر بكاؤهن. فلما سكتنا حمد الله وأثنى عليه وصلى على الملائكة والأنبياء وقال في ذلك ما لا يحصى ذكره كما قلنا، ولم يسمع متكلم قبله ولا بعده أبلغ منه في منطقه. ثم قال أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وانتقال متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب طمع من طمع فيها. وأراكم قد أسخطتم الله عليكم فأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته وأحل بكم نقمته. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد ثم أنتم زحفتم إلى ذريته وعترته وأهل بيته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم استشهدهم عن نفسه المباركة، أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة، سلوا جابر بن عبد الله، سلوا سهل بن سعد الساعدي. ثم قال فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ في شك هذا؟ إذا أنتم تشكون بالحديث الذي قرأته عليكم، الآن فيكم أحد يشك أن الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله؟ في شك؟ فإن كنتم في شك من هذا أفتشكون أن ابن بنت نبيكم؟ فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلته، أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص جراحة؟ فأخذوا لا يكلمونه. صاح يا شبث بن ربعي، يا حجار بن أبجر، يا قيس بن الأشعث، ألم تكتبوا إلي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر الجناب؟ واستمر بأبي وأمي في خطابه الذي هو من أعظم الوثائق المقدسة التاريخية التي تبين حق الإمام الحسين ومظلومية الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك تقدم أصحابه يخطبون، زهير بن القين، برير بن خضير، وكان شيخا تابعيا ناسكا قارئا للقرآن من شيوخ القراء في جامع الكوفة. الإمام الحسين سلام الله عليه لما نظر إليهم ولم ينفع بهم كل شيء وقف مرة أخرى وقال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا والهين؟ هاي كل كلمة تحتاج شرح، بس أنا أعطيك إياها هكذا وأنت ما شاء الله كلك نور ومعرفة. أحين استصرختمونا والهين فأصرخناكم موجفين؟ سللتم علينا سيفا لنا؟ هذه دولتنا وقوتنا والدين ديننا، الآن أنتم أخذتوا سيفنا تضربوننا بنفس السيف؟ سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، شوف البلاغة والفصاحة، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدمى. هنا الحسين يبعث لكم رسالة، انتبه، يبعث لك رسالة لما يقول كطيرة الدبا، يصفهم بطيرة الدبا، طيرة الدبا يعني الجراد، يريد يبين لك لأن العظيم مثل الحسين
لا يليق بشأنه أن يقول أن أعدائي عددهم كبير، لكن يعطيك إشارة، يقول هؤلاء كانوا مثل الجراد المنتشر، يعني تعددهم أنت 100,000 و200,000 وأكثر وأكثر ولا تتوقف. الآن علماء الأحياء يقولون الجراد لا يمشي بأقل من 100,000 دائما. شوف هاي حتى موجود في دائرة المعارف، يقول الجراد إذا انطلق لا ينطلق بأقل من 100,000. فالإمام الحسين عندما يقول لهم أنتم أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم عليها كتهافت الفراش، فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرف الكلم وعصبة الإثم ونفثة الشيطان ومطفئ السنن، ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، تروحون البني أمية تدعمون بني أمية وتتركون أهل البيت، تروحون اليزيد وتتركون الحسين. نفس الشيء الخط موجود الآن، نفس الشيء، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الحسين وأهل البيت، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويحكم أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون، أجل والله غدر فيكم قديم، إلى آخر خطابه. فوقف عمر بن سعد وأخذ سهما ورمى به، لكن قبل أن يرمي بهذا السهم الحر بن يزيد الرياح تحرك. شوف الحرية، أنت حر حبيبي. جاء إلى ابن سعد قال يا ابن سعد أمقاتل أنت هذا الرجل؟ قال إيه والله، قتال أيسره أن تطيح فيه الرؤوس وتسقط الأيدي. قال فما تقول فيما عرضه عليكم؟ قال اتركوني أذهب في بلاد الله العريضة. قال لو كان الأمر إلي لفعلت، ولكن أميرك ابن زياد ما يوافق. قال يعني أنت مصر على قتاله؟ قال نعم. قال أنت مانع عنا الماء 3 أيام الآن، وهو محاصر مع أطفاله وعائلته، وأنت تريد أن تقاتل حتى الأطفال بهذه الجيوش؟ قال هذا هو الأمر. الحر بدأ ينسحب، يعتزل. شوف شوف، بدأ ينسحب. هذا المؤمن إذا رأى الحقيقة أمامه والأبواب كلها مفتوحة، لاحظ شلون بدأ ينسحب إلى أن اعتزل ناحية. قرة واحد ابن مسهر التفت إلى الحر، الحر قال هل لا سقيت فرسك؟ ألا تريد أن تسقي فرسك؟ يقول علمت أنه يريد الانعزال، راح على جهة وهو يرتجف. جاءه المهاجر بن أوس قال يا حر ما لي أراك أخذتك مثل الرعدة، لو سئلت من أشجع أهل الكوفة لما عدوتك. قال ويلك، أنا أخير نفسي، هذا الدرس أخذه أخذه الليلة، أنا أخير نفسي بين الجنة والنار، ووالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب جواده. يقال أن معه ولده، يقال أن معه ولده يمشي معه، يسأل أبا نحن مقبلون على الحسين؟ أقبلنا أنا وأنت على الحسين، هل يقبلنا الحسين؟ قال يا بني الحسين لا يرد أحدا، احنا جايين للحسين تائب في توبة منكس برأسي حياء من آل الرسول، إلى أن وصل صح أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا الذي جعجعت بكم في الطريق، أنا أرعبت قلوب أولياء نبيك أولاد نبيك، يا رب إني تائب، هل ترى لي من توبة؟ حسين قال إن تبت تاب الله عليك انزل. الآن شوف المسألة، إني لك فارس خير مني لك راجل، إلى النزول يكون آخر أمري. رجع الحور ألقى الخطاب. بعد ذلك لما قتل الحر الإمام الحسين وقف على مصرعه يقول ما أخطأت أمك إذ سمتك حرة، أنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. بعد هذا الموقف طبعا الحر قتل عندما بدأت المعركة، لكن الآن جاء عمر بن سعد وألقى سهما وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، فجاءت السهام مثل المطر للمخيم، فلم يبقى أحد من أصحاب الحسين إلا وأصابه من سهامهم. الإمام الحسين قال قوموا إلى الموت الذي لا بد منه، رحمكم الله. ليلة عاشوراء الإمام الحسين جالس معهم،
ويحدثهم يقول: القوم لا يطلبون غيري، هذا الليل قد غشيكم اتخذوه جملا لكم. يقوم واحد يقول: أبا عبد الله نتركك وحدك؟ مسلم بن عوسجة يقول: سيدي أتركك أكلتني السباع حيا إن تركتك أبا عبد الله. شلون أتركك أبو السجاد وحدك هكذا؟ الإمام الحسين في تلك الليلة كشف لهم عن منازلهم في الجنة لما رآهم وشاف الصفاء والقوة في نفوسهم، قال: هذه منازلكم في الجنة. جلس بأبي وأمي مع بني هاشم يحدثهم واحدا واحدا، من بينهم يقول الإمام الحسين سلام الله عليه، يقول: ها سيصلون إلى عبد الله الرضيع ويقتل ولدي الرضيع. القاسم يقف يقول: عم يصلون إلى النساء إلى المخيم؟ قال: لا يا بني، ولكني أحمل القاسم على يدي. أول مصيبة عبد الله الرضيع قرأها الحسين للقاسم، روحي له الفداء. والقاسم يتيم عمره 13 سنة، قال: لا أحمل طفلي على يدي وأذهب إليهم ليسقوه فيذبحونه من الوريد إلى الوريد. قال: وأنا أقتل يا عم؟ قال: كيف ترى الموت يا قاسم؟ قال: والله يا عم أحلى من العسل بين يديك، أنا الموت عندي أحلى من العسل، احنا بخدمتك ابو السجاد. شوف، واذا هؤلاء الاصحاب يتقدمون، السيده زينب ليله عاشوراء ايضا تسال الحسين عن اصحابه، تقول له: ابا عبد الله استخبرت اصحابك نياتهم؟ هؤلاء انصار الحق هذه الليله، ليله حبيب بن مظاهر الاسدي وما ادراك ما حبيب. فيسمعها برير ابن خضير يسمع السيدة زينب تسأل الحسين عن أصحابه، فيذهب برير إلى الأصحاب، يجد حبيب بن مظاهر يتكلم مع الأصحاب، يقول: غداة غد تدعون إلى القتال، تتقدمون أنتم أم تدعون بني هاشم يتقدمونكم؟ لماذا جئتم أنتم إذن؟ فيتصور يأتي برير يقول: يا حبيب، إذا عندك قوة وتريد تستعرضها الآن، نذهب إلى خيمة العقيلة زينة، فإنها إلى الآن نريد أن نطيب قلبها وإحنا موجودين. قام حبيب وجاء بأصحابه: يا أبطال الصفا وفرسان الهيجة، تعالوا. خرجوا من مضاربهم، وخرج بنو هاشم يقدمهم أبو الفضل العباس رامي العمامة من على رأسه، يقول: حبيب لبيك لبيك، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. قال أبا الفضل: عد إلى خيمتك، لا سهرت عيونكم، نحن بخدمتكم سيدي، ما دام احنا موجودين خلينا نحن نجود بأنفسنا. ثم جاء بأصحابه يزحف بهم زحفا إلى خيمة العقيلة زينب، سلم عليهم: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. الله أكبر، هذه سيوف فتيانكم أبوا أن يغمدوها إلا في جماجم أعدائكم، اطمئني زينب. الإمام الحسين قال: أخي زينب قومي وكلميهم. قامت السيدة زينب من وراء الستر من وراء الخيمة، قالت: انسبوني معرفة من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين، أنا ابنة الطاعن بالرمحين، أنا ابنة علي، أنا ابنة فاطمة الزهراء. الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، محلكم يا أهل الشيم هذا محلكم، للموز ما نذخر هممكم، شنه العذور يكرام منكم، تخلون بالذل حرمكم. سمعها أبو الفضل العباس أقبل مهرولا إليها: زينب تخافين وأنا أخوك أنا موجود؟ تقول له: مدري مدري، هذا بيت قوي جدا،
باللهجة العراقية، الشكل أقرأ كل سنة بهالوقت هذا، تقول له مدري مدري أنا خايفة، لا تقول مدري وأنا خايفة ينهتك ستر. يا ابنة الطهر من عتل لا ترومي، ما لهذا الجلوس حول الجسوم، ذهب المانعون عنك فقومي، واخلعي العز والبسي الأغلال. هكذا كان أصحاب الحسين في تلك اللحظة التي سقط فيها مسلم بن عوسج. جاء حبيب بن مظاهر وقف على رأسه ومعه الحسين، قال يا مسلم لو لم أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصيني بأهلك. فناداه مسلم بن عوسج بصوت ضعيف، بشرك الله بالخير يا حبيب، أنا ما عندي وصية إلا أني أوصيك بهذا الغريب بالحسين. قال له ما عندي شيء أوصيك به إلا بالحسين. لذلك حبيب لما وقع في المعركة وقف الإمام الحسين على رأسه يمسح الدم والتراب عن وجهه، يقول هد مصرعه الحسين، حبيب ممن ألقي إليه علم البلايا والمنايا، كان صاحب رسول الله، أصحاب النبي كانوا مع الحسين، من جملتهم حبيب بن مظاهر الأسدي وغير حبيب بن مظاهر كذلك. فالإمام الحسين بكى عليه، ثم انظروا إلى الحسين ينتقل من شهيد إلى شهيد ومن صريع إلى صريع. من الذي وقف عليهم الحسين؟ الحسين يوم عاشوراء وضع خده على خد ولده علي الأكبر، ونفس الصنيع صنعه مع جون اللي هو من الحبشة، وضع الحسين خده على خد جون. سالم مولاه وضع خده على خده واحتضنه. وضاح التركي أو واضح يسموه، يقول هذا غلام تركي من الأتراك، لما وقع في المعركة تعناه الحسين، وصل إليه احتضنه عانقه ثم وضع خده على خده وقال بصوت ضعيف من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. هكذا كان الحسين إلى أن قدم إليه الجابريان وهما أبناء عم، وقف أمام الحسين شبان اثنين شابان دون العشرين عمرهما وهما يبكيان. الإمام الحسين استدناهما إليه قال ما يبكيكما؟ قال أبا عبد الله ما على أنفسنا نبكي، ولكن نبكي عليك، نراك قد أحيط بك وليس لك ناصر. يا أبا عبد الله ما إلك واحد ينصرك سيدي، لذلك نبكي عليه. فجزاهما الحسين خيرا، إلى أن وصلت النوبة إلى عمرو بن جنادة الأنصاري. هذا غلام صغير عمره 11 سنة، أبوه قتل، أمه واقفة بباب الخيمة أخذت بيده، ما عنده إلا هذا الولد. قالت له يا عمر تنظر إلى أبيك وقع في المعركة؟ قال نعم أمه. قالت إذن ما وقوفك إلى جانبي؟ حبيبي أريدك تبيض وجهي عند فاطمة الزهرة. أنت رجال حبيبي، لا تقول عمرك 11 سنة، 11 سنة أنت رجل. هذا السيف أعطته سيف، قلص الثيابة جاءت به دفعته، قالت له اذهب إلى الحسين، ذاك الحسين أمامك. فأقبل الغلام يتلفت يمنة يسرى لئلا يأتيه أحد ثم يمنعه من الحسين. الإمام الحسين لما نظر إليه قال لأصحابه هذا غلام قتل أبوه في المعركة يتيم، ولعل أمه تكره خروجه.
وإذا الغلام ينادي: سيدي أبا عبد الله، إن أمي هي التي أمرتني بذلك أن تعود إليها. رجع يتعثر بأذياله. قالت: ها بني رجعت، لعل الحسين استصغر سنك، شافك بعدك أنت عمرك 11 عاما، 11 سنة، لكن تعال معي. قلصت ثيابه، شوف هذه المرأة المجاهدة البطلة العظيمة ما عدها إلا هذا الولد. قلصت ثيابه، أمسكته من كتفيه وأقبلت تزحف به زحفا إلى خيمة الحسين. منظر مهول مدهش والله. وقفت أمام الحسين، ابنها بيدها، تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، سيدي أتثكل أمك الزهراء بولدها ولا أثكل بولدي؟ هذا ابني، أنا ما عندي غيره، لكن أريد أقف في ساحة المحشر أمام أمك فاطمة وأقول لها: أنا عندي ولد واحد وقدمت لولدك الحسين. قال: أبرز بني، بارك الله فيك، إبداع. هذا عمرو بن جناد الأنصاري الآن ما يقول أنا من وأبي من، الآن حبيب برز، قال: أنا حبيب وأبي مظاهر، كلهم هكذا. لكن الحر، أني أنا الحر ومأوى ضيفي، سبحان الله. هذا اخترع نوع من الإبداع، صاح أمام العالم أمام الناس: أميري حسين ونعم الأمير. أي والله، أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ له طلعة مثل شمس الضحى، يصف نور الحسين، اجعل طبيعته. له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر منير، فراح يقاتل إلى أن وقع في المعركة. يا سبحان الله، أمه أخذت عمود خيمة وانحدرت إلى الحرب وهي تقول: أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. فردها الحسين إلى رحلها. ثم أرسل علي الأكبر، قال: ولدي اذهب إلى الصبي هذا الشهيد، خلص من حوافر الخيل لئلا تسحقه حوافر الخيل، جيب هنا للمخيم. علي الأكبر أقبل إليه، نظر إليه في آخر رمق، نظر إلى شفتيه تتحركان، هذا أبو 11 سنة. علي الأكبر أصغاله، يمكن عنده وصية، وإذا به يقول: سيدي علي، سيدي علي، حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. قال له: والله لأنعمنك غينا يا شبان، بالله لا تونون تصدعون قلبي من تحنون، مدري يا بعد أهلش تريدون، شبان مثل الورد يزهون، وسافة على الغبر ينامون. كأن الأم تصيح بصوت: هنا يا مغسل الشبان، بهدايا يبهي آدم تصب ليوم الماي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي بارك الله فيكم، كلمة الدعاء وأنتم متوجهون إلى رب العالمين: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سبحان الله، سبحان الله. تنسون باب الحوائج أبا الفضل العباس، هاي الليلة القادمة ليلته، يعني شوفوا شوفوا المجلس كيف، 10 محرم بسرعة تتحرك. الليلة القادمة ليلة العباس، أصحاب الحوائج يجيب الحاجة مالته ويجي هنا حتى يأخذها. إن شاء الله كل حوائجكم مقضية إن شاء الله تعالى. قصدت أبا الفضل الذي هو لم يزل قديما حديثا للحوائج يقصد، يمد على العين السقيمة كفه، وإن قطعت يوم الطفوف له يد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لا يفوتنكم الدعاء يا شباب. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 10 مرات، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا عالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، بحرمة الحسين، بعطش الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة يا أرحم الراحمين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفع ايدك. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ما شاء الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. لا ترد هذه الأيدي فارغة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. رسالة إلى كربلاء منكم حتى من الآن يتهيئون لزيارة 40. 5 مرات بقلبك ولسانك ومشاعرك لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. بارك الله فيكم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. شاركوا في العزاء. بارك الله فيكم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.